وطن منحازون للحقيقة. بسعادة وفرح كبيرين كانت نهى تلاعب طفلها محمد ابن 6 سنوات والمصاب بالتوحد. هذا الفرح الذي يعيشه محمد اليوم يثلج صدر والدته، فقد صبرت وتعبت كثيرا خلال السنوات 3 الماضية من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن جمعية ياسمين الخيرية لم تتركها وحيدة، فمدت يد العون لها في هذا المشوار الطويل. كان مثلا مش نظيف، إنه أتغلب بالحمام، بالأكل، بالشرب، مثلاً عصبي، ضل يعصب، ما يسمعش حكي، يخرب بالبيت، يكسر كل شيء عنده مسموح. بالجمعية مشى على قانون، وهذا القانون قاعد بنفضه بالبيت وين ما أروح، إنه خلص يعني صار إنه في حياته تنظمت. اليوم محمد ونحو 120 رفيقاً له من ذوي الإعاقة الذهنية المتعددة كانوا مدعوين وأهاليهم إلى مأدبة إفطار رمضانية خصصها لهم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وتعزيز علاقتهم بمكان تأهيلهم وتعليمهم. جمعية ياسمين الخيرية. أهمية هذا اللقاء أنه إحنا عملياً بنحاول نجمع ذوي الإعاقة كل سنة على الأقل مرة على مائدة رمضان المبارك. هذه المناسبة كثير مناسبة كثير مهمة وكثير اجتماعية، وبتضفي البسمة والسرور وبتدخل الفرحة على الأهالي والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. فإحنا بنحيي هذه اللقاءات، بنحيي هاي التجمعات. الإفطارات هاي بتتم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية، وهي تقليد سنوي. الهدف من الإفطارات هو تسليط الضوء على قضايا بتخص مجتمعنا. احنا بننظم مجموعة واسعة من الإفطارات، اليوم تسليط الضوء على قضايا الإعاقة في المجتمع الفلسطيني وأهمية مشاركتها ودمجها في كل مرافق الحياة العامة. وبعد الإفطار كان الأطفال على موعد مع عدد من الفعاليات الترفيهية والفنية، فغنوا ولعبوا ورقصوا وعاشوا أجواء مميزة برفقة أصدقائهم وعائلاتهم. قد يكونوا خلقوا بأجساد غير مكتملة، ولكن بقلوب مفعمة بالحياة ومليئة بالحب والفرح. هم الأطفال من ذوي الإعاقة الذين ارتاى الاتحاد الأوروبي أن يقول لهم في هذه الفعالية الرمضانية كل عام وأنتم بصحة أفضل. من مدينة البيرة، وفاء عاروري، تلفزيون وطن. وطن منحازون للحقيقة.